يسعد صباحكم أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان ببرنامج صباحكم نور. هذا البرنامج الأسبوعي اللي منعتبر إنه هو منكم وإليكم، فمنكون معكم كل أسبوع أنا وأبونا جورج شرايحة لنتحدث عن أمور حياتية كنسية تثقيفية توعوية إرشادية، وأيضا كمان في الحياة العامة نحن مشاركين أيضا في هذا اليوم المميز اللي هو يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية. فاليوم رح يكون موضوعنا مميز إنه نحكي عن الانتخابات ودور الكنيسة والمؤمن المسيحي في الحياة السياسية، لأنه طبعا دوره بالمجتمع الدور الإيماني وأيضا كمان انخراطه في المجتمع لازم يكون كمان على أكمل وجه في الحقوق والواجبات. نحن في هذا الصباح في هذا النهار منتمنى للجميع الخير والسلامة الصحة، وتنتبهوا على حالكم وانتوا رايحين تنتخبوا، وأيضا منتمنى الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا. ديروا بالكم على حالكم، الفيروس إذا انتبهتوا عليه مو خطير، لكن بدنا الوعي والالتزام بالتعليمات الطبية اللي بترشدنا فيها دائما المؤسسات الطبية والتمريضية. فنتمنى الشفاء، لأنه سمعنا كتير مرضى بكورونا حوالينا منا وبناتنا صاروا قريبين منا، فعلا احنا لازم أبونا يعني نقول كل واحد هلا صار مصاب كورونا وكل واحد حامل فيروس كورونا، هيك لازم الواحد يفكر. فضروري جدا استعمال الكمامات وين ما بتروحوا لسلامتكم وسلامة اللي حواليكم كمان. صحيح. الفيروس طبعا بالوعي والاهتمام والإرشادات اللي عم بيحكوها هلا بالفيتامينز اللي عم ياخدوها والأدوية والمسكنات قاعدين الناس عم تطلع منها شوي شوي الحمد لله. بس الحمد لله نحنا هلا الخوف على كبار السن دايما اللي بيكونوا موجودين في البيت اللي مرضى، هدول احنا بنخاف عليهم، عشان هيك ضروري جدا نكون واعيين لما بنطلع وبنرجع على بيوتنا وفي عنا كبار بالعمر انه نهتم فيهم، ما نتخالط معاهم، نغسل، نستعمل كمامة عندهم لما نشوف حالنا انه مخالطين، منزورهم مش كمان او نكون معاهم. في بداية هذا النهار نطلب البركة من ابونا جورج شرايحة، لانه كمان كان رح يكون عندنا اتصالات مع كهنة للحديث عن هذا الدور الدور العام اللي بخص الشعب المسيحي أو المؤمن أو الوطن. نحن كمواطنين في هذا البلد إلنا الحقوق والواجبات، إلنا حقوق دستورية كاملة متساويين بكل الحقوق والواجبات، والاتصال أيضا مع النواب السابقين، وفي عنا اتصالات نعم مع نواب سابقين إن شاء الله بدنا نلحقهم، لأنه ممكن يكونوا لساتهم ما رجعوا أو إنه صعب الاتصال عليهم، بس الموبايل صار قريب وين ما كان إن شاء الله. فنطلب أبونا البركة في البداية وبعدين ننطلق في برنامجنا من برنامج صباحك النور. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإله الأبدي السرمدي، ندعوك في هذا الصباح أن تحرس الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وأن يكون هذا العرس الوطني تحت ظل حمايتك أيها السيد. نصلي لأجل جميع المصابين بفيروس كورونا أن تشفيهم وتمد يد الشفاء بشفاعة سيدتنا والدة الإله العذراء مريم الطاهرة البتول، أن تنعم عليهم بالشفاء العاجل. نصلي إليك أيها السيد الإله في هذا الصباح المبارك، ساجدين وخاشعين لعزة جلال مجدك، وكلنا رجاء طالبين أن تحمينا، تحمي شعبك الخاشع في هذا الظرف الاستثنائي، أن تطرد الخوف من قلوبنا، تمنحنا الشجاعة اللازمة لنمارس حقوقنا. نشكرك أيها الرب يسوع المسيح على نعمك، نرفع لك التسبيح والحمد والشكر
من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين يا رب. يعني هذه صلاة كمان خاصة منخص فيها كل النواب اللي مشاركين في المرشحين للانتخابات النيابية لمجلس 19. نتمنى أنه اللي من يفوز هو من يستحق من يخدم، لأنه ربنا حكى أنه سيدكم هو من يخدمكم أو خادمكم. نعم. فهو من يخدم، من يحب، من يراعي، من يكون قريبا، هو الإنسان هذا الذي يستحق. ما بيهمنا كتير المواقف البطولية اللي بس حكي من دون فعل، بهمنا الفعل، العمل على أرض الواقع. فالإنسان أو النائب اللي مترشح للانتخابات هو بيعرف حاله إيش اشتغل بالزمانات وإيش اشتغل هلا. والإنسان وعي المواطن هلا الأردني أكيد هلا في عنده هالذكاء والحكمة إنه ينتخب من يستحق، لأنه آن الأوان إنه نحصل على مجلس عن جد يكون قدير وفعال في الخدمة، خدمة المواطن. نعم صحيح. فأبونا إحنا اليوم مع الاتصالات رح أكيد نحكي عن موضوع الانتخابات والعمل السياسي، وكتير رح يسألونا هلا يقولولنا إنه نورسات تحكي عن السياسة كيف بتربطوا الدين بالسياسة. عم ناخد كتير تعليقات إنه شو أنتوا دخلكم بالسياسة تحكوا بالسياسة، وخليكم بالدين وخليكم بالكنيسة وخليكم بالصلاة وهيك. طبعا إحنا منشوف هذه الأصوات، أوكي في عندها وجهة نظر، هي هذه بقناعتنا نحن منحترمها، لكن برضو دورنا فعال. نحن لا قاعدين عم من وجه أو من سيس المواضيع، لكن نحن عم نحكي من منطلق واجبك يا مواطن بغض النظر مسلم أو مسيحي. واجبك هو حقك الدستوري في الانتخاب. نعم صحيح. يعني نحن نستقي تعليماتنا من الكتاب المقدس، من تعاليم يسوع المسيح. نعم. لما حكى أعطوا ما لقيصر لقيصر وأعطوا ما لله لله، يعني هاي جواب شافي على حق المواطن المسيحي في ممارسة حقوقه الدستورية. وكثير رسائل القديس بولس كل ما كان يأسس جماعة مسيحية يخاطبهم بعد مدة بالرسائل ليثبت إيمانهم ويقولهم اخضعوا للسلطة، للقوانين، للأنظمة. دائما كان يوصيهم بممارسة هذه الحقوق. وفي النهاية تفضلت حضرتك على كيف نختار النائب اللي راح يمثلنا. صراحة النائب الضعيف، خلينا نحكي عن السابق مثلا، بسبب الناخبين والضعفاء. يعني اليوم أنا إذا أنا مواطن صالح وبمارس حقوقي بجيب نائب قوي. صراحة النائب يصنع. يعني أنا وإنتي بنعجن، بنكون، بنساهم في مين هيكون النائب. فإذا بنقول شو عملوا لنا النواب السابقين، بدناش نصوت وخلينا قاعدين بهالبيت ونحمي صحتنا، هذا ضعف وهذا يعني كسل سياسي إذا نعم. جاز التعبير. نعم. يجب على الإنسان أنه يتفائل. عندنا التفاؤل وعندنا إحنا كمسيحية، إحنا أولاد الرجاء، أولاد الأمل المنتظر. فما بنفقد الأمل إحنا لا بنائب ولا بحكومة ولا بمسؤول، دائما بنعطي فرصة. نعم. والانتخابات اليوم دليل كل واحد بده يصوت اليوم أنه بده يعطي فرصة جديدة. دائما باخذ المثل تبع الفيلسوف فيثاغوراس اليوناني اللي بحكي انت لا تستطيع ان تنزل الى النهر ذاته مرتين، لان في كل مره تكون مياهه قد تبدلت. احنا اولاد التجدد بنعمه الروح القدس. حتى لو واحد فحص ضميره دكتوره، رجعتي انت السنه الماضيه بشغلك الاعلامي وبناتي وطلعي هالسنه كيف صار في عندك زياده. يعني في مش النضوج بس بالجسد، النضوج السياسي، النضوج اللي الوضع. نعم. يعني كان في إصرار من دولتنا على إجراء هذا الحق. لماذا؟ هو احترام للدستور أولا أنا بعتبره، وكان انتقاصا من الدستور لو ما جرى أجل أو مدد للمجلس السابق. نعم. لذلك يجب علينا أن نكون فاعلين اليوم، ما نخاف، نصلي قبل ما نطلع، نرسم إشارة الصليب على وجوهنا ونحط كمامتنا معنا والمعقمات الحجم صغير معنا.
اليوم الانتخاب رح يكون برش السائل الحبر، ما فين نحط القلم اللي رح نستخدمه اليوم، هو خاص فينا كل واحد بياخذ قلمه وبضل بجيبته. يعني اللي ما بده يصوت عشان النائب عشان القلم بكسب قلم بكسب هدية ياخذ معه قلم. فالإجراءات أطلعتنا الهيئة المستقلة للانتخاب بكل وسائل الإعلام باب على التفاصيل الدقيقة. الخوف مش من طبيعة المؤمن المسيحي، لا تخافوا يسوع كثير حكاها، وإحنا اليوم يعني عاصفة انتخابية مثل ما سكن البحر وحتى الرياح كانت تطيع يسوع، فما رح نخاف اليوم إنه العدوى رح تيجينا من هالاقتراع. تيجينا بتيجينا بتيجينا بأي يعني هذا 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 الفيروس شرس والعين. ولحد اليوم خبرة الوبائية فيه قليلة جدا، يعني قديش عمره هذا الفيروس، فبعد ما في كثير دراسات على الموضوع. نعم. فالله يعلم، فهي بين ايدي ربنا. الواحد زي ما حكينا يتوكل على الله، يصلب على وجهه ويتوجه للقاعة ويعطي اللي هو شايفه ضميريا. نعم. بيستحق هذا الصوت، صوت أمانة. طبعا صوتك أمانة، لازم تعطيها لمن يستحق، لمن يستحق. وأيضا كمان الكنيسة، عشان اللي بيقولنا مثلا إنه شو دخل الدين والكنيسة، سيست النورسات وحكيته بخصوص الانتخابات وهيك. فنحن في مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكي في الأرض المقدس سينودس الأبرجي الكنائس الكاثوليكية، مؤمنون بالمسيح مشاركون في الكنيسة وشاهدون في المجتمع، وهو المخطط الرعوي العام. المخطط الرعوي العام، هذا المخطط ذكره في الفصل بعتقد 12 أو فصل 14، حضور المسيحي في الحياة العامة. وأيضا كمان ذكر في مجال السياسة، دور الكنيسة في المجال السياسي. وبيتحدث أن الجماعة السياسية والسلطة العامة تقومان أساسا على الطبيعة البشرية، وأنهما بذلك يرجعان إلى نظام من وضع الله، على أن إقرار النظام السياسي وتعيين الحكام متروكان لإرادة المواطنين الحرة. هذا تم ذكره أيضا. وللكنيسة دور في هذا المجال، مجالان مختلفان ومتكاملان. ليست الكنيسة مؤسسة سياسية ولا ترتبط بأي نظام سياسي، وتحترم استقلال هذا المجال الزمني والقائمين عليه. ولكن كان الكنيسة والنظام السياسي يلتقيان في خدمة البشر أنفسهم من حيث دعوتهم الشخصية والاجتماعية، وعليه فإن الكنيسة تهتم بالشأن السياسي كإحدى مجالات الحياة الإنسانية والاجتماعية. إنها لا تتدخل في السياسة ولا تدافع عن أي نظام سياسي، لكنها تسعى بالتعامل الصحيح مع الجهات السياسية من أجل خير الجميع. نعم. فهذا النص واضح جدا بدور الكنيسة في المجال السياسي. وأيضا فيه كان تفسير أكتر بديش أحكيها، لازم توعية المؤمنين إن المشاركة في حياة المجتمع حق للمؤمن وواجب عليه. يقوم دور الكنيسة الأساسي على توعية المؤمنين على أهمية المجال السياسي والالتزام به، وعلى الرؤية الإيمانية التي ينطوي عليها هذا الالتزام، وعلى القيم التي يستند إليها، وكذلك توعية أبنائها على ما يجري حولهم. فهذا نص أيضا صريح إنه الكنيسة لازم توعي المؤمنين على دورهم في الحياة السياسية. وأيضا دور العلمانيين، يحضر القانون الكنسي على الإكليروس الأساقفة والكهنة وكذلك الرهبان والراهبات العمل السياسي. يعني ما بيصير خور يكون نائب أو لأنه ليس مجال رسالتهم، ولكنهم يتمتعون كسائر المواطنين بالحقوق المدنية والسياسية نفسها. يعني الخوري بيقدر روح ينتخب طبعا. إن الممارسة الفعلية للعمل السياسي تقع على عاتق العلمانيين المدعوين إلى إحياء النظام الزمني بروح المسيح. فالنص واضح، وهذا المخطط الرعوي يعمل فصل كامل على دور الكنيسة في المجال السياسي ودور العلمانيين وأيضا التوعية. فالحضور المسيحي في مجتمعنا لازم يكون حضور واضح وصريح وحق المؤمن المسيحي، ونكون أيضا مثل ما قال سيد المسيح، أنتم ملح الطعام. نعم. والخميرة. نعم. في العجين. نعم. فهذا دورنا ودورنا فعال. فهذا نعم. نعم النص دكتور. أبونا يعني صريح وواضح. نعم. لو هذا جواب لكل الأشخاص اللي عم بيعلقوا بيقولوا إنه شو ده في شو
جاب نور سات تتحكي في الدور السياسي. لا هم دائما ان العولمة او الافكار الغربية بسقطوها على ثقافتنا العربية، لانه اوروبا بتعرف في فصلت الدين عن الدولة. نعم. من زمان، ففكروا انه هاي الثقافة الغربية لازم تعمم على كل العالم. احنا الشرقيين بختلف، رجل الدين هو في النهاية يعني قريب من الناس، وهو حلقة وصل ما بين السياسيين وما بين عامة الشعب. نعم. دائما، لأنه هذا مؤمن وهذا مؤمن بنظر الكنيسة. نعم. أولادنا المرشحين، أولادنا اللي بينجحوا بالانتخابات بصيروا نواب وبصيروا وزراء وبيساهموا في العمل، هم في النهاية إحنا مسؤولين عنهم روحيا زي ما إحنا مسؤولين عن الأشخاص البعيدين عن السياسة زي السياسة. فنحن حلقة وصل ما بين الاثنين. في الحقيقة دكتورة، المسيحية خصوصا الكاثوليك عندنا ثلاث كتب، ثلاث مراجع بتدلنا وبترشد أبناء الكنيسة، وهي المجمع الفاتيكاني الثاني. نعم. بكل فصوله، وكتاب تعليم الكنيسة الكاثوليكية. نعم. كاتيشيزم الكاثوليك. نعم. ومجموعة قوانين الكنائس الشرقية. نعم. هدول يعني لا أعتقد في كاهن كاثوليكي بمكتبته بالبيت تخلو من هالثلاث كتب هدول، لأن هنني مرجع. وبالأمس وأنا بتصفح، بعود وأتصفح، بتعرف من أيام الدراسة في الجامعة بجوز 15-20 سنة في كتب ما انفتحت، يعني خلاص الواحد المراجع لما بتبدي طول شغل اليوم على النت. نعم. فبعد ما أعدت مكتبتي من جديد وعملت لي مكتب خاص بالبيت، فطلعت الكتب اللي مع النقل والهيك، ففتحت 2234 ل2246 كلها بتحكي عن موضوعنا اليوم. نعم. بتعليم الكنيسة، تعليم الكنيسة في المجال السياسي. بالضبط. وصاحب السيادة المطران ويليام كان وجه للمؤمنين رسالة وحكى بالتفصيل عن. نعم. عن التعليم هذا ومجلس الكنائس. نعم. وسيدنا المطران خريستوفوروس أيضا وجه رسالة صوتية وفيديو لأنه يشجع المسيحيين والمؤمنين على ممارسة حقهم في الانتخاب. نعم صحيح. ففي النهاية إحنا يعني في عنا دستور إيماننا وفي عنا قوانين كنيستنا وكلها بتشجعنا. نعم. يعني بتشجع. نعم. إنه نمارس. في عنا أبونا نواب مسيحية كمان نازلة على الانتخابات، وأيضا هذه نواب يعني معتمدة على أصواتنا لأنه عم نازلة على المقعد المسيحي، معتمدة على أصوات المسيحيين في إنه ننتخبهم. ففي نواب تستحق فعلا، في نواب كانت خبرتنا نحن كنورسات وأيضا كمان مجتمعنا المسيحي كانت معهم واضحة من خلال مشاركاتهم، من خلال وقوفهم مع المؤمنين، مع الشبيبة، مع الفعاليات إلى آخره. نحن هدول منشجعهم أيضا. وفي نواب اللي راح يطلعوا على المجلس الجديد إن شاء الله منكون على تواصل معهم ونشوفهم كمان مثل ما حكينا بالحلقة الماضية راح يكونوا تحت المجهر. طبعا تحت مجهر النورسات، تحت عدسة النورسات. فهدول نحن إن شاء الله بنجتمع معهم بعد ما يفوزوا وينزلوا ويصيروا تحت القبة، بنجتمع معهم وبنعمل معهم لقاءات كمان في برنامجنا. نعم. هذا أو برنامج عين على المشرق كمان مع الأب نبيل حداد. فبنتمنى. نعم. لكل من يستحق التوفيق. وأيضا إحنا مظبوط إنه إحنا في هذا البرنامج الصباحي الساعة 9 ما رحناش انتخبنا، لا معنا لكن وقت طويل. لكن لكن بعد البرنامج إن شاء الله رح أبونا وين أنت انتخابك بالفحيص. نعم. أنا أولادي ثلاثة بالفحيص رح يكونوا، فانزل رح ننزل على الفحيص للي بحب يلاقينا هناك نورسات. وأيضا أنا رح انتخب عن عمان لأنه نقلوني على عمان، بعرفش كيف معني من الفحيص. نعم. المسيحية لهم. نعم. دائرة الثالثة. نعم. دائرة الثالثة. فرح نكون بمدرسة سكينة أظن جبل الحسين. نعم. نعم. وراح في طبعا الشباب طلعوا على 10:30 في كمان مؤتمر صحفي. جميل. في للحديث عن الانتخابات وسير عملية انتخابية. وأبونا يعني صار تقريبا أكثر من نص ساعة فاتحين الانتخاب من 8:30 I think. نعم. 33,000 مقترع الآن وصل. لا يعني في نعم تشجيع. فإحنا بنطلب من الجميع إنه يتوجه لصندوق يعني الاقتراع. نعم دكتورة، يعني أنا بتفاجئ لما واحد يقول خايف يروح ينتخب، أما بروح على المخبز بروح على المخبز بلم 3 كيلو خبز وبتدافش مع العالم ولا يعني صعب إنه
صعب إن ما 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 يعني ما نقوم في واجباتنا. صعب يعني أضل قاعد في البيت وما ما أجيب في وظائف واجب الحياة. واجب بالزبط. عندك الحياة لازم تستمر يعني صح. ما بدنا نوقف. وشفنا كيف الحظر الطويل شو عمل فينا. نعم. يعني باقتصادنا بحياتنا بعواطفنا بنفسيتنا دمرنا صراحة دكتورة 3 أشهر الله لا يعيدهم طبعا. يعني هلا 4 أيام أسبوع زمان مقدور عليهم بس طبعاً. مش أكثر. إن شاء الله يا ربي لا وتنزل الأعداد. أبونا هذا الفيروس بده يجي على الكل وراح تصير في أعداد كبيرة، لكن إحنا ليش استعمال الكمامة؟ عشان عدم التعرض بكميات كبيرة من فيروس الكورونا لجسمنا. جسمنا إحنا عنا الحمد لله وهذه نعمة كتير كبيرة من عند ربنا لمقاومة هذا الفيروس. قوي مناعتك، احمي نفسك من التعرض لكميات كبيرة من الفيروس من خلال الكمامة. وما يعني ما ترد على اللي بيحكي لك انه الكمامة ما بتحمي. زي ما بنحكي لك الكمامة بتحمي ولو 50-60%، خليها يا سيدي تحميني 50-60% ولا البلاش. فكمامتك هي حمايتك انك تتعرض بكميات كبيرة، تقدر حتى جسمك المناعي انه يقدر يقاوم هذا الفيروس ويقدر يقضي عليه. نحن بدنا نرجع نصبح على كل المشاركين اللي معنا بصباحكم نور اللي عاد البث المباشر. منقول لإبراهيم حمام يسعد صباحك، أيضا صباحكم نور. وإيفون حتر إم فادي يسعد صباحك، يسعد صباحك إم فادي الله يسلمكم. مريان الحجازين صباح الورد. وماجدة أشعشور بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة، صباحكم نور. وماجدة البير بتقول لا تفرط بصوتك وتكون سلبي، صوتك قد يغير كل شيء إلى الأحسن. بالفعل يعني هذه هي الإيجابية المطلوبة منكم لهذا اليوم. ومنار عماري بقول صباحكم نور. منار عماري مصور عنا نحن في نورسات، فمنار راح تكون معنا كمان في الميدان في المناطق اللي راح نصور فيها اليوم. فنتمنى للجميع الصحة والسلامة، وصوتكم يضل عالي وقوي وإيجابي أيضا فعلى الانتخابات. يلا ريمون بدكش تسمعنا هيك فاصل ونواصل بعدين على الاتصالات. تمام أبونا، هلا قلت لي نازل على الفحيص بدك تصوت. نعم طبعا طبعا. نقدر نقول مين راح تصوت؟ طبعا بنزعل الناس كلياتها بنزعل. لا أنا عارف ما راح يقدر يحكي، لكن بس هو هلا قبل شوي كنت بحكي معه بدين تخبو يعني هو عارف حاله يعني. الله يوفق الجميع كلين. لا وبعدين دعايتي بالثالثة وتصويتي في الفحيص يعني أنا بس الدعاية اللي على مدى الفترة بالضبط يعني ومعارفنا وعلاقاتنا هي بالثالثة طبعا وكل الدعم لهم. يعني أحيانا بنشجع الناس مش إنه لا سمح الله بنفرق بين أولادنا، كلهم أولادنا كلهم زي بعض أكيد. ولكن أنا كأبونا من قرب للكنيسة بقيسها يعني قديش الشخص هو قريب من الكنيسة على ضوء بدنا نعطي. أما شخص ما ملوش على الكنائس وما بفوتها وما يعني خلينا نقول سطحي وهامش تجاه إيمانه يعني عليه استفهام بيكون بالنسبة لنا يعني ما كل واحد بيقيم من زاويته. أنت بدك تشوف الشخص يكون كثير إعلامي يكون قريب من النور سات. أنا بشوفه يعني كل واحد بمجاله هو في حقله بحب يكون النائب من هذا فعلا صح. فعلا أبونا يعني هذا كمان مهم كمان أيضا كمان النائب. وفي عنا كمان انتخاب القائمة، القائمة اللي بيكون فيها النائب أيضا أنت بتنتخبها أيضا فيها مجموعة من الأشخاص فسيفسائية هي نعم. من كل الملل وكل المرجعيات نعم. يعني في سيدي بيكون في مسيحي بيكون في بيكون يعني من تبعين الكوتا بيكون في من هيك بتطلع القوائم حلوة بس نعم. حلوة هاي حلوة نعم. إني أنا ما مش بس بنتخب مسيحي يعني بتصير شوية هيك مو حلوة نعم. ما بنتخب الجميع بكون أنا مواطن من خلال الكل القائمة بالزبط. بعيد عن الموضوع الديني فعلا أبونا. وفي كمان سيدات نحن كتير كتير يعني فخورين فيهم هدول السيدات اللي نازلين على الانتخابات الله يقويهم لأنه فيهم كمان سيدات تستحق والمرأة ممكن كمان إنها تعمل التغيير وفعلا هي قادرة إنها تعمل التغيير في مجلس البرلمان اللي راح يصير الجديد. فكل التوفيق للجميع لكل كمان سيداتنا اللي نازلين على الانتخابات الله يوفقكم يا رب يكون معاكم وين ما تكونوا وأيضا إنه تنالوا ما تستحقون. ففاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائنا ومستمعينا على صفحة النورسات ومن حي كل الأشخاص اللي انضموا هلأ إلنا على البث المباشر. حنان بطارسي منقول لك يسعد صباحك بنور الرب. وأيضا يا
حنان وكل الأشخاص اللي عم بيكتبوا لنا وبيبعتوا لنا إنه مين الأسماء اللي إحنا عم نقترح إنه نصوت لها أو زي ما نقول نوصي عليها. إحنا ما بنقدر نحكي طبعاً على الهواء هلا لأنه ممنوع لأنه بنعتبرها دعاية، لكن أنت بتعرف من الأشخاص اللي موجودين بهالقوائم إنك مين اللي يستحق وإنك تنتخبه، زي ما بقول ميز عقلك وقلبك. نعم. وأنت أدرى إذا بتحب تروح على الانتخابات بيكونوا في قوائم على الصندوق اللي أنت موجود فيه، فيه بيكونوا محطوطين الأسامي، وبيكون أيضا كمان بالشارع بعتقد بيوزعوا قوائم وأشخاص، فأنت وأنت واقف بالدور لأنه عم بيعملوا دور وفي تباعد. نعم. فاحتمال توقف فترة قبل ما توصل على الصندوق الاقتراع، فخلال وجودك على هذا الصف ممكن انك انت تراجع الاسماء اللي موجودة وتنتخب من تراه مناسب. فمعنا الاتصال مع ابونا نبيل حداد. يسعد صباحك، صباحك نور يا ابونا. اسعد الله الصباح، هذا صباحكم نور ونوراني. شكرا يا أبونا. صباحك نور أبونا الغالي، يعطيك العافية. احنا كمان سمعنا انك انت في لجنة الرقابة. اي نعم، يعني احنا انا صبحت من الصبح، بس يعني صباحكو هو الأجمل. الله يسعدك يا رب. انت وأبونا أبونا المنير المنور، الله يعطيكم ألف عافية. يعني انا كنت أتحدث أول أمس عن موضوعات الانتخابات والنائب الذي نريد. نعم. وتجربتنا، وأنا ما أتيت في هذا الصباح يعني لأثقل على أحبتنا متابعي هذه المحطة العزيزة المنيرة النور سات، التي أصرت على أن تكون أردنية. لونها هو لون المحبة، لونها لون الوطن، ولونها وهذا النور الذي نرى أن من واجبنا أن نعكسه، أن نشعه على كل الذين يروننا، فيجب أن يضيء هذا النور قدام الناس ليروا أعمالنا الصالحة. هذا يوم وطني بامتياز. نعم. أنا أقول بامتياز رغم وجع وحيرة وشكوك وتردد مجتمعنا وأفرادنا. إحنا أنهكتنا هذه الكورونا، لكنها لم تنهك أرواحنا، لم تنهك إراداتنا. لهذا نحن اليوم نحتفي، الأردنيون لهم الحق، لهم الحق أن يحتفلوا اليوم بأن مملكتهم، بأن دولتهم هي دولة راسخة تتجلى اليوم عندنا أحبائي، تتجلى في هذا الحدث حقيقة رسوخ دولة الدستور والقانون والمؤسسات. واليوم احنا قاعدين نشتغل على انتاج هذا المنتج، هو بده يكون صنع ايدينا واراداتنا. صح. رح نكتب اسماء هذا المجلس بايدينا. صحيح. ومن هنا مطلوب منا ان نحكم ضمائرنا، وقبل التحكيم وبعد التحكيم بدنا نتذكر انه نحن صناع، وان كان عددنا قليلا لكن ينبغي ان يكون حضورنا ذا نكهة طيبة ومؤثرة. احنا ملح هالبلاد. نعم. هيك احبائنا
ورضعانا واخويانا وجيراننا واولاد عمومتنا المسلمين هيك بيحكوا عنا. نعم. انتم ملح البلاد. نعم. نعم. احنا ملح بهذا الزاد. بدنا نطلع اليوم وننتخب، وانا ما بدي اروح انتخب بس المسيحي. التركيز على النائب المسيحي فقط هذا يعني اننا انعزاليون ومنعزلون، والاردنيون المسيحيون المنتمون عمرهم ما كانوا انعزاليين. احنا منخرطين في كل زوايا واركان هذا الوطن. نعم. وبالتالي بدنا نركز على النائب الذي نريد والقائمة التي نريد والتي نراها كل حسب رأيه وضميره، نرى أنها تحقق غاية غالية على قلوبنا جميعا أكيد. نعم. وهي خدمة هذا الوطن. نعم. أنا كخادم في كنيسة الأردن أرى بأن مصلحة الوطن هي مصلحة الكنيسة، ومصلحة الكنيسة هي مصلحة الوطن. إحنا لسنا، وأنا أرفض أن نكون جزيرة منعزلة. نحن بتلاقي هذا المسيح الأردني في كل شريان، في كل وريد، في كل خلية من هذا الوطن الحبيب الغالي. نعم. وبالتالي نبين إحنا نطالب بمجتمعات تتجلى فيها قيم العدل، قيم المساواة. مش بس بدنا نرفض الفاسدين، لا، احنا بدنا نصنع الخير مع الخيرين، بدنا نتكاتف. مش كافي اقول انه انا يعني انا ضد الفساد، اذا ممكن لنشمر كل عن ذراعه ويمد ايده، وما بدها جهد، بدها جهد عملية تم ترتيبها من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي عملية سلسة. وبعدين أحبائي، يعني أنا أرفض أن أكون في هذا الوطن رقما على بطاقة هوية. هذا الوطن هويتنا، وإحنا الرقم اللي بيحب الوطن، وإحنا الرقم اللي بيحب الله. وعلينا اليوم أن نخشع، أقول أن نخشع أمام الله ونقول يا رب أعطنا، نور أذهاننا لكي ننتخب من هو صالح لأجل شعبك، لأجل كنيستك، لأجل ميراثك. هذا الإرث، هذا الإرث، إرث الرب مطلوب منا إحنا إن نظهر للناس. آمين يا أبونا. سيد المسيح يعلمنا أعطي ما لقيصر لقيصر. نعم. قدس الأكرونوموس، قدس الأكرونوموس الأب نبيل حداد، مدير مركز التعايش الديني، كيف تقيم في هذا الصباح نسبة الاقتراع حتى الساعة بصفتكم مطلع ومراقب؟ هلا صار الاقتراع، صار له ساعة أبونا، من الثمانيون، من السبعة بلاش. أوكي. من السبعة لغاية أول ساعة ونص كانت النسبة 1.6%. نعم. مطلوب منا نعم. ان نعطي ما لقيصر لقيصر. انا رايي انه اليوم هذا ليس حق فقط، وانما هو واجب مطلوب منا. يعني اللي بدنا نحطه احنا بالصندوق بده يبين بالعبدلي. اللي بيحب يشوف واحد بالعبدلي، اللي بيحب لون العبدلي، مجلس الامه، قبه البرلمان، بدناش نوعد ونتكئ ونقول على شاشات التلفزيون انه هذول شو النواب. احنا نصنع النواب، هذا منتوجنا. بدنا نعطي اصلا هذا المجلس، بدنا نعطي سلطتنا. الشعب هنا اليوم هو صاحب السلطة، وهو المسؤول الاول والاخير عن هذه النسبة 1.6%. أنا بقول قليل. اللي عنده نعم. برنامج، واللي عنده بده يشتغل هذا اليوم قبل الحظر وروح ويجي،
حري بنا أن نذهب إلى صندوق الاقتراع حتى نكرس مواطنتنا الصالحة. إحنا صنع خير. حلو اللي حكيته أبونا إنه هذا المجلس من صنع أيدينا. نعم. يعني هذا المجلس اللي بيحتوي من النواب هو من صنع أيدي المواطنين من صنع الوطن. نعم. وبالتالي فعلينا نحن نتحمل المسؤولية. نعم. المعنوية والشرعية والوطنية عن إنه ندافع عن كرامة بلدنا، عن خير مجتمعنا. بدناش ننظر إلى مصالح ضيقة، بدناش يا أحبائي الألوان التي كنا نراها في المجالس السابقة مع كل الاحترام، هاي كانت ألوان إحنا أفرزناها. إحنا عبارة عن مختبر، عبارة عن مصنع عم نخرج هذه العينة من أبنائنا. طب ليش ما نقدم من هو أفضل وأصلح وأقدر على إيصال صوت المواطن تحت هذا المكان اللي يجسد اسمه مجلس الأمة، هذه الأمة ونحن جزء من هذه الأمة، المسيحيون كما المسلمون عليهم واجب. هذه عملية تتطلب منا جميعا أن نشارك، والعملية لا تأخذ أكثر من 5 دقائق. أبونا بس أنت كونك نزلت على الميدان، أبونا بتقدر تحكي لنا مثلا اللي خايفين من موضوع التجمهر والأعداد الكبيرة والاقتضاض وهيك، إنه هل رح يكون في تباعد والتزام في هذا الموضوع؟ سيدتي أقول ما يلي: ما تم ترتيبه من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب نعم يثير الإعجاب والتقدير والاحترام. إحنا يا أحبائي اطلعوا على انتخاباتنا واطلعوا على انتخابات أمريكا، سامعين شايفين الأردن، أقولها بكل بملء الفم، الأردن اليوم يسجل إنجازا وطنيا دستوريا عظيما. النزاهة، الشفافية، الترتيب، وفي زمن الكورونا فرضت هذه الجائحة علينا يعني ترتيبات، وأؤكد لكم بأنه هذه الترتيبات كفيلة بأن تحافظ على صحة وسلامة وعدم نقل العدوى للمشاركين. التباعد، ما فيش اختلاط مخالطة، ما في تلامس، ما حدا بمسك ورقة، انت بتمسك الهوية بشوفها المسؤول الأمني، فوت لجوا قلمك لحالك، بتحط حبر، بتكتب الاسم، وما حدا ما بتلمس شيء ولا حدا بلامسك. ثم هناك كل يعني أدوات التعقيم، كل هذه الإجراءات كفيلة بأن تحافظ. يعني أنا أؤكد على أنه ما يمكن أن يقال عن الترتيبات أنه أأمن من الدخول إلى سوبر ماركت. بالضبط، هاي كنا نحكي أأمن من الدخول إلى سوبر ماركت. صح، أو محبس. نعم. نعم. بعدين إحنا بكنائسنا، خلينا واقعيين، إحنا أبنائنا منضبطون وبيحافظوا على إجراءات السلامة العامة، التباعد، عدم الوقوف أمام الكنيسة والتجمهر. الطريقة اللي عم بتعاملوا فيها أثبتت إنه أبناء كنائسنا هم على قدر عالي من المسؤولية. نفس الممارسة، يعني بدنا ندخل إلى محراب، إلى هيكل الوطن في يوم الدستور، في يوم الانتخاب. جميل. وبدنا ننحني أمام الوطن بكل الحب والإكبار ونزيب أصواتنا. هكذا الله برضى علينا، لأنه نحن نؤدي واجبنا في صنع الخير، وفي نفس الوقت نحن نطيع الأمر الإلهي الوصية: أعطي ما لقيصر خيصر. مش هيك يعني أنه اتركوا، أعطوا ما لقيصر
قيصر هو الوطن، قيصرنا هو حبنا لهذه الأرض، قيصرنا هو جلالة الملك اللي يمثل هذه المملكة، هذا النظام الحريص على أنه صوت أبناء الوطن أن يكون مسموعا وعاليا. اليوم اختبار إلنا، اختبار لإراداتنا، اختبار لأنتمائنا. ولا أظن أن مسيحيينا قرائبنا وحبايبنا أنه رح يترددوا بأن يشاركوا في هذا اليوم ليصنعوا مع إخوتهم المواطنين، ليصنعوا وينتجوا لنا مجلسا غايته خدمة هذا الوطن وكرامة إنسانه. كل عام بخير. وانت بخير يا أبونا، بخير. الله يقويك وتضلك هيك صوت صارخا في البرية في البرية، فضل صوتكم مسموع يا رب. وإن شاء الله اليوم اللي بيسمعونا على نور سات وعلى الصفحة إنهم يتجاوبوا معنا في هذا النداء في هذا الصباح المبارك، وأيضا كمان ببركة وبركة أبائنا الكهنة والمؤمنين إنهم يستحق ينتخب من يستحق إن شاء الله، يعني ويفرز عنا برلمان يعني يكون فيه نخبة ليخدم هذا الوطن مثل ما هو يستحق. أمين. بدي أشكرك مجددا، وبدي أشكر أبونا النشمي يسعدك. هذا الإعلامي اللي عم نشوفه حاضرا دوما. نعم. شكرا لك. هلا أبونا، الله يقويك. هلا هلا، الله معك. يا الله، شو هالتشبيه العميق، محراب الهيكل المركز الاقتراع. نعم. يعني مقاربات روحية جميلة من أبونا، شاعر أبونا. هلا الآن وصل المقترعين لحد الآن الساعة 9:45 إلى 200,000 ما شاء الله مقترع، ففي يعني حركة بس يصحوا لأنه هلا وبيطلعوا مثلنا نحن كمان، يعني في ناس أكيد لها مشاغل وعم تشتغل، فأكيد بعد الظهر رح يزيد العدد طبعا، بس اللي بيقدر انه ينتهي من هذه المهمة على بكير احسن. نعم. يفضل انه بكونش في اكتظاظ، خاصة اللي بيخافوا الاكتظاظات العالية، بس لكن ملتزمين هيئة المستقلة للانتخاب انها تلتزم بتعليمات الصحية للمواطنين اهم من كل اشي. وايضا انه اصدقائنا اللي على الصفحة اللي انضموا لنا واللي كتبوا لنا كمان تعليقات، اخي الناخب انتخب حبا بالوطن وليس مجاملة لمن تحب فعلا. يعني أوقات كتير في إحنا مجاملات عشان نرضي مجاملات نرضي فلان وعلتان وإلى آخره وهيك، ولكن الناخب أو المن والناخبة أيضا تنتخب حبا بالوطن. حلو، جميل. جميل يا ماجد البير فعلا. فهذه رسالة كمان من أصدقائنا أنهم كمان يشجعونا ويشجعوا الجميع على أنهم يروحوا ينتخبوا. فإحنا بنسألها لماجدة، رحت انتخبتي يا ماجدة؟ هذا السؤال المهم. هلا قبل اتصالنا مع سعادة النائب السابق نبيل غشان، إن شاء الله أهلا وسهلا بسعادتك. يا هلا، صباح الخير. صباح النور، صباحك إن شاء الله خير وبركة في هذا اليوم المميز اللي بيذكرك. أظن قبل 4 سنين كنت. نعم. كنت تخوض الانتخابات، هذه المعركة. صباحك نور سيدي. صباح الخير. يا هلا، الله يحفظك. الله يسعدك يا رب. سعادتك، ممكن تحكي لنا هلا الأجواء كيف بتكون مع النواب؟ أنتوا كنتوا كنواب، كيف تنتظروا؟ كيف القلق الوجودي. الوجودي صحيح، فتخبرنا هيك عن تجربتك السابقة يعني في هذا يعني اليوم. أنا بدي أضحكك من البداية. نعم. يعني طيب، عاود الاتصال فصل، عاود الاتصال فصل. لأنه هو الكاتب أيضا المعروف والكاتب. نعم. الساخر. أكيد. فبدنا لازم يبلش يضحكنا أول ما بس الخط نتحمل. ماجد البير عراقية ما بتطلع ما بتنتخبش. يا ستي يا ماجدة، نحن منشرف فيك، أنتو كمان إخوتنا في هذا الوطن وأيضا إخوتنا في العروبة. نعم، دعوة صباحية تأخذي جنسية في دولة تنتخبي فيها قريبا. إن شاء الله يا رب. فعبين ما نوصل على نعيد الاتصال مع سعادة النائب.
سريعا سريعا هلا ريمون بيستعجل. احنا حبينا نسأله لسعادة النائب وهو رجع معنا. سعادتك الاتصال نعم من انقطع. نعم ستي انا بعتقد انه يوم الانتخابات خليني اشبه لك اياها بساعة الواحد وهو قاعد بالكنيسة بيتجوز. يعني حقيقة جميل حقيقة ساعة منسية يعني هيك بعد ما يطلع منها بنسى كل إشي صار معه. أنا بحكي كمرشح على المرشح مش على الناخب. نعم. أما الناخب يعني هاي زي يوم الدينونة ما حدا فاضي لحدا يوم الانتخاب كل واحد ماسك حاله وباتجاهه. وأنا بحكي الآن عن المرشحين اللي هم عم بيخوضوا المعركة. نعم. يوم ثقيل على المرشحين لكن حقيقة هو يوم فرح. وأنا بعتقد أنه لما فزت بالانتخابات وجبت رقم حقيقة رقم عالي جدا. نعم. في مادبة. نعم. يعني أكثر من زملائي المسلمين أنا جبت في قائمتي. نعم. أنا بعتقد أنه يوم هذا الفرح لا يدانيه فرح يعني لا زواج ولا تخرج جامعة ولا يجيك الولد الأول. الفرحة كانت هائلة وغير مسبوقة وأعتقد أنها لن تتكرر. نعم. لذلك أنا بطلب من الإخوان الأردنيين إخواننا كلهم أنهم يتوجهوا لصناديق الاقتراع. للأسف في بعض الدعوات هون وهون لكن إحنا اللي ما بيطلع على صندوق الاقتراع أنا بعتقد أنه هو بيساهم في إيصال النائب غير المستحق أن يكون الشخص غير المستحق أن يكون نائبا. نعم سعادتك هذا بهذا النهار بدنا هيك رسالة توجهها للأشخاص اللي بتقاعس وبقولك إن مثلا المجلس السابق إيش عمل لي وإيش استفدت منه وإلى آخره وشو راح أستفيد من هذا المجلس يعني اللي بيطلع. تعطينا هيك أنت في حكم كمان أيضا أنت كاتب وأديب شاعر صحفي تعطينا كلمة يعني موجهة لهدول الأشخاص اللي ما بيلمسوا هذا التغيير ممكن تكونوا منه في قطاع بشغلهم وهيك ما عندهم هالقد التواصل مع القطاع العام فتخبرنا أنه الصوت يعني الشخص. نعم مهم. ستي أنا كنبيل غيشان. نعم. يعني أنا كنت في مجلس النواب على مرحلتين. نعم. المرحلة الأولى أنا دخلت مجلس النواب العام 1993 لل 2003 صحفيا على شرفات مجلس النواب يعني. نعم. مارست العمل الصحفي 10 سنوات على شرفات مجلس النواب وكنت أراقب عمل مجلس النواب وبعدين من 2006 لغاية 2020 أنا كنت عضو في مجلس النواب. أعتقد من الظلم تماما أن نقول أن هذا مجلس النواب فاشل أو ناجح مباشرة. أنت بالأصل ماذا تطلب من مجلس النواب؟ إذا كنت تطلب من مجلس النواب أن يقوم بدور أن يقوم بدوره الحقيقي فدوره يعني يتلخص في فقرتين في كلمتين الرقابة والتشريع. أنا من تجربتي الآن وراقبت زملائي للأسف مجلس النواب الماضي قصر في دوره الرقابي لكنه في دوره التشريعي أعتقد أنه أنجز أكثر من 80% من ما كان مناط به أو أكثر من ذلك وبدليل أنه هذا مجلس النواب المنصرم 6 تقارير لديوان المحاسبة ل6 سنوات سابقة كانت موجودة بأدراج المجلس وتم إنجاز هذه التقارير وتم إحالة بعضها إلى مكافحة الفساد وبعضها إلى القضاء وبعضها تم تصويبه إلى ما. هناك أيضا قضايا أو قوانين كثير مهمة من مثلها مثل قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية كان موجود في مجلس النواب من عام 2014. نعم. ومع ذلك المجلس السابق اللي قبل يعني المجلس 16 لم يفتح هذا القانون تجرأ هذا المجلس وفتح هذا القانون
وإذا بتتذكري وأنت الطبيبة المحترمة أنه أهم شيء في هذا القانون بالنسبة لنا إحنا يعني للمرأة وللطفل أن نساوى بين في حضانة الطفل بين المرأة المسلمة والمرأة غير المسلمة أو المرأة المسيحية، وهذا إنجاز في قمة الحضارة وقمة الاحترام. في قوانين كان قوانين الملكية وقوانين الأراضي والشقق والفراغ والكذا، هذه قضايا مثلا كان فيها 13-14 قانون وحدت كلها في قانون واحد اسمه قانون الملكية الفكرية. ألغيت مثلا على العقوبة السجن على الشيكات المكتبية، وهذه كانت تحط آلاف النساء الفقيرات في السجن لأنه اللي بدها تروح تشتري صوبة فوجكة لأولادها بحطوا الصوبة حقها 30 ليرة بصير حقها 60 ليرة، وكل شك كان تعطيه 10 شكات 10 ليرات 10 ليرات بالشهر، كان كل شك يسجن سنة. يعني ما بدي أنا أعدد، لكن للأسف إحنا شعب لا نقرأ ولا نتابع، كل أغلب الناس نعم. أغلب الناس اللي بتهاجمك، وأنا ما بحكي الآن فقط عن مجلس النواب، إحنا شعب غير موضوعي، يعني فقط مجرد ما تطلع خبر كذا ببلشوا يشرحوا ببني آدم، وآخر آخر قصة اللي طلعت على رؤية إذا بتذكروا موضوع المسن اللي ادعى إنه ابنه جابه ورمى بماء عمان وكذا وتبين إنه هذا الكلام مش صحيح، يعني في قصص كثيرة. لذلك أنا بتمنى من أهلنا الأردنيين إنهم يحكموا على كل شيء، والبرلمان مؤسسة دستورية، الطعن في المؤسسة الدستورية يسيء للدستور، يسيء للنظام السياسي، يسيء للمواطن نفسه. لا مصلحة للأردنيين إلا بمجلس نواب قوي. لذلك على الأردنيين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع أولا بكثافة، وثانيا أن يختار الأكفأ بين المترشحين، لأنه إذا أنا بدي أظني على فكرة ابن عمي وابن خالي وجاري وقرابتي أو أبيع صوتي، أعتقد هذا موضوع إحنا بدنا نظل نكرر نفس أخطائنا. اليوم فرصة لكل أردني أن يغير، اليوم فرصة لكل أردني وكل أردنية أن يرسل إلى مجلس النواب الأقوياء الأكفياء، لكن إذا بدنا نستمر في أخطائنا السابقة أعتقد أننا سنكررها للأسف. أما الموضوع الآخر اللي أنا بحب أحكي فيه قبل ما تسأليني عنه هو المال الأسود وشراء الأصوات. نعم. للأسف هذا الموضوع أصبح ظاهرة، رغم أن الهيئة المستقلة هذه المرة أظهرت عيونا حمراء أكثر من المرات السابقة، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت موجودة. وأنا آسف أنه أبعض مرات يعني الحكومات والدولة وزارة الشؤون السياسية تلجأ إلى الفتوى الدينية في هذا الموضوع، أنا لست مع إصدار فتاوى دينية في هذا الموضوع. الضمير وحده لا يكفي، إذا كان مستيقظا لا يكفي أن يمنع شراء الأصوات وبيع الأصوات. القانون وتطبيق القانون بحزم وشدة على كل المخالفين هو الذي يمنع ذلك. والفكرة اللي أنا بدي أوصلها، أنا لست مع التفاسير الدينية من أي جهة في موضوع المال السياسي. المال الحرام والحلال يعني. قانونية. نعم، بين الحرام والحلال يعني. نعم، لأنه أنا شخصيا لا أعتقد على الإطلاق أن هناك أن عملية الصوت أو الاقتراع هي أمانة، هي مصلحة، لا أحد لديه أمانة عندي أنا كمرشح، هذه مصلحتي يجب أن أذهب إليها وأدلي بصوتي، إن كانت مصلحة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو مصلحة اجتماعية. صوتك مصلحتك، صوتك حقك، يجب أن لا تتنازل عنه ويجب أن لا تبيعه. عملية بيع وشراء الأصوات أكبر عملية فساد يمكن أن تمارس في أي بلد. نعم. وبالمناسبة ترى شراء الأصوات في الانتخابات الأمريكية صار يعني. نعم. وشفنا ترامب كيف كان يوزع
دجاج ويوزع طرود على طرود. نعم على هذا شاهدنا. نعم على الإعلام الأمريكي. اللي بده يعمل خير اللي بده يعمل خير أبواب الخير كثيرة. صح. لكن يجب أن لا تستغل حاجة الناس من أجل أن تسيطر على أصواتهم يوم الاقتراع. فعلا فعلا. نعم. كلام من سعادتك. نعم كلامك جدا راقي وجميل، وحبينا احنا من خلالك كونك انك انت نائب سابق انك تعطينا خبرتك بالبرلمان الاردني اللي كان 8/10 اظن. نعم. نعم. وايضا كمان انه نجاوب على اسئله الاشخاص اللي بقولك ان المجلس السابق شو عمل تستفيد من المجلس الحالي، وأيضا على موضوع شراء الضمير أو شراء الأصوات. مزبوط أنت حكيت هي صوتك مش هي أمانة بدك تعطيها، لكن صوتك هي مسؤوليتك وهي واجبك وهي مصلحتك كمان. حلوة إنها كلمة إنه هاي مصلحتي، يعني أنا وين مصلحتي بروح على النائب أنتخب النائب اللي رح يسد لي مصلحتي ويتجاوب مع طلباتي ويؤدي لي الخدمة. ففعلا يعني شفنا كتير كمان حكى عن الفساد المالي السياسي. نعم. امبارح شفت الفيديو تبع اللي بيذبحوا الجمال بالبيكابات. لا ما شفته، بس يعني انا لا استغرب يعني لاني الدم سايح بالبيكابات والناس متجمهرة يعني لا كورونا ما سأليهم مقرات انتخابية سوداء يعني بالشارع سوق سوداء. بس زي ما تفضلت انت هيئة المستقل للانتخاب وأيضا الأمن كمان كان بالمرصاد. هلأ صار القريب التليفون بيصور إيش مكانه بيبعت. نعم. لوسائل هاي واللي بتتابع. نعم. الأجهزة الأمنية بتتابع وبتزقط هدول الأشخاص طبعا وبتحاسبهم. نعم. نعم. سعادة النائب السابق نبيل الغيشان، في مقاربة ما بين المجالس البلدية ومجالس النيابية. المجالس. نعم. النيابية هي في النهاية تشريعية مش خدماتية. نعم. المجالس البلدية هي الخدماتية. في غلط بين الناس. نعم. بده النائب اللي يشغله بنته اللي مخلصة جامعة لها سنتين قاعدة عن الشغل، وبده يطلب لابنه على عيننا وعلى راسنا. حلو. نعم. من الناحية الاجتماعية، ولكن يجب أن يعي اليوم الشعب كيف بدنا نوعي هالشعب انه مجلس النواب هو سلطه تشريعيه، هو 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 من اهم اجنحه الدوله، راسها الملك والسلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه. فهي هو في النهايه تشريعي مش خدماتي، ولكن عندنا بالاردن حسينا هيك خبرتنا السابقه انه الناس بتخلط ما بين. شو رايك بهالموضوع؟ يعني شوف الناس بالنهايه في عندها مصالح. نعم. بتيجي عندك يعني لا يجوز على النائب انه يقول انا والله نائب سياسي وانا بشرع وانا فقط براقب. يعني في ناس بيجوا اصحاب حق، اصحاب مشاكل حقيقيه، ممكن انت بكلمه بكتاب باتصال مع وزير مع شخص تحل مشكله، لكن نعم. انا لست على الاطلاق مع اي واحد من اجل انه انا اخذه على خلينا نقول على ديوان الخدمة المدنية وأطالب إنه هذا الزلمة أو هذه البنت تتعين بأسرع من غيرها. يعني إذا كان صاحب الطلب محقا وكان صاحب الطلب تعرض لإجحاف أو لديه مظلمة، أنا مع العمل بشدة معه مهما كان الظرف. لكن إذا كان الموضوع إنه خريج 2017 وبده يتعين مهندس في وزارة أو في مكان على ديوان الخدمة المدنية، أنا أعتقد هذا كلام. أولا النائب لا يستطيع أن يقوم في ذلك لأنه ديوان الخدمة المدنية الآن التعيينات في لجان والنواب لا يستطيعوا أن يعملوا ذلك. لكن إذا واحد راح في ديوان الخدمة المدنية وقدم وكانت نتيجته الأفضل بين الموجودين وتم إقصاؤه، لا هذا حقه ويجب على النائب أن يطالب بالتحقيق في ذلك، وهذه قضية فساد يجب كشفها. هذه النقطة الأساسية. لكن اليوم أيضا موضوع البلديات وموضوع المجالس اللامركزية أو المجالس المحلية، كانت الناس تخلط بينها وبين مجلس النواب، وكانوا يقولوا انه هاي راح تاخذ دور مجلس النواب. وانا كنت اقول في ذلك الوقت يا عمي مجلس النواب دوره واضح، والمجالس المحليه
المجالس البلدية دورها واضح، يعني النائب ممكن أن يحل قضايا مع وزير البلديات، مع وزير الصحة، مع وزير تأخر عطاء بناء مستشفى، تأخر ورود أجهزة طبية للمستشفى الفلاني، لكن في البلدية، البلدية هي المسؤولة عن ذاتها وهم منتخبين من أجل هذا الموضوع، لكن يمكن أن تسرع في هذه القضية أو تلك، يمكن أن يكون هناك بيروقراطية كبيرة في وزارة البلديات أو في بنك القرى والمدن أو معاملة تسرع فيها، لكن أنت ما بتقدر تقدم خدمات بالأصل خارج إطار القانون وخارج إطار النظام العام، لأنه لا يجوز للنائب أن يتجاوز على القانون وعلى الدستور. هذه قضايا أساسية، لكن للأسف شعبنا أبعض مرات بيجي عندك كنائب بقول لك أنا مش طالع من هون إلا تحل لي القضية. عمي هذه القضية مش بإيدي ولا بإيد الوزير، مش عكيفي، أنا ما بقدر أعين ابنك أو أنا ما بقدر أغير صفة هذه الأرض من سكني إلى تجاري مشان أنت تنبسط ويزيد سعرها 30,000 ولا 100,000. أجي أتجاوز على القوانين والأنظمة، في قوانين وأنظمة، لذلك هذه مواضيع يجب على الناس أن تفهم ذلك. تفهم ذلك إنه صح. إنه النائب في حدود لا تدخل النائب، مش بكل شيء يعني، خاصة بموضوع يعني الخدمات. أنا ما بقدر أتدخل لك قل لي والله أنت بدي أنا أدافع عن حقوقي وإنك أنت تكون في هذا القانون. يعني أنا كنت أتمنى مثلا إنه يجيني واحد يقول لي معروض عليك قانون كذا كذا، يا ريت إنكم تكونوا في هذا الاتجاه. فقط هي عمليات اللوبيات اللي بتصير قليلة جدا، وهي صارت على عملية المتعثرين الماليين وعلى قانون المالكين والمستأجرين، لكن هذول القانونين يعني هذول الموضوعين لم يفتحوا أصلا في 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 مجلس النواب. أنا بتمنى إنه كان يجيني أو يجي على النواب الجدد أشخاص يقولوا انه هذه قضية عامة بدنا تتبنى هذا الموضوع وتكون في هذا الاتجاه، ما تكون بهذا الاتجاه. في قانون العقوبات تم الغاء المادة 308 موضوع عقوبات ما يسمى هذا جرائم ما يسمى بجرائم الشرف، جرائم الشرف والعذر المخفف. يعني هاي كان فيها المؤسسات المجتمع المدني النسوية عملت حقيقة بجد ونشطت وجاءت أدنى على مجلس النواب، وحقيقة مجلس النواب وصل إلى قناعة وغير مثل هذا القانون. المجالس النيابية تستطيع أن تغير، لكن تغير ضمن الإطار والقانون. تجيني أنت مظلوم، أنا بجيب لك حقك من عين الوزير بجيب لك إياه، لكن لا تيجي تطلب مني أنه أنا أتجاوز على القانون من أجل أنه والله أساعدك أو أساعد ابنك أو أساعد بنتك أو أساعد كذا. في ناس مظلومين نعم، لكن وبعدين في ناس مظلومين، مش كل المظالمين قاعدين احنا بنقدر نجيب لهم حقهم. اقول لك بصراحه كمان انا ما بدي اسوي حالي انه النواب كانوا سوبر مان لكن انا بقول انه اهم شيء النائب يعرف كيف ينتخب. النائب لا يكرر خطأه. ايضا النايم في بيته، احنا المرة الانتخابات السابقة 2016 نسبة الاقتراع 37% يا عالم يا ناس، 63% من الأردنيين ما طلعوا على صندوق الاقتراع. إذن واللي ما بيطلع على صندوق الاقتراع هو أكثر واحد بيقولك إيه، مش قلت لكم أنا قلت يا عمي هذولا ما في منهم خير ولا بصيروا ولا كذا. طيب يا عمي تعال ورجينا مين اللي بدك إياه وشو اللي بدك إياه، مش أنا بيضل قاعد في بيته وبس ينظر وينتقد. أنا بيجيني ناس أنتوا شو سويت، بقول له لحظة شفت برنامجي أنا الانتخابي؟ قال لا ما شفت. قلت له أول إشي أنا ما حطيت تحرير فلسطين في برنامجي، ولا حطيت تحرير العراق، ولا أنا حطيت، أنا بحكي في قضايا مطلبية بسيطة جدا أنا بعتقد اشتغلت على جزء منها. أما أنا إذا بدك تحط عندي تحرير فلسطين، والله هذه قضية الأمة العربية كلها بما فيها الشعوب والجيوش ما قدرت تسوي شيء.
مش أنا بدك تتحملني إياها. بالضبط بالضبط صحيح، كلام من ذهب، كلام من ذهب. فعلًا سعادتك يعني كلامك منطقي وواقعي وعلى أرض الواقع إن شاهدناه، وفعلًا أنت قمت بجهدك في البرلمان السابق والله يعطيك العافية، ولكن ننتظر منك أنك تكمل كمان المسيرة حتى لو أنك أنت على صورة رجعت للإعلام، لكن أنت في القلب ولازلت معنا سعادتك، ولك كل الدعم وكل محبتنا نحن من نورسات ومن طاقم نورسات أيضا، وإن شاء الله من لقي يعني لنا لقاءات أخرى قريب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك. لك ونهارك سعيد. صباحك نور. صباحك نور. مع السلامة. هلا يا حبيبي. هلا هلا. أنا بحب أسمع الزلمة هذا هيك أسلوبه حلو. فعلا لأنه واقعي يعني قريب من القلب، وكمان كلماته يعني جدا تصل معانيها للإنسان لقلب الإنسان. وفعلا أبونا لما النائب لما الواحد بينتخب النائب بقول لك بكرة بيساعدني بوظف لي ولادي، بكرة بيساعدني بموضوع أرض، بكرة بيساعدني على موضوع تمليك ولا بيعت عمارة ولا بيعت كذا، يعني عم بياخدوا النائب إنه بس عشان يطلبوا منه خدمات بس يكون نائب، مش إنه النائب هو يشرع في المجلس قوانين بتهم البلد بتهم الشعب كوطن يعني كمان طبعاً. ما بنتخبوا بهذا الأسلوب، بنتخبوا كإيش أنا بدي أستفيد منك بكرة، أنا انتخبتك بدك تشغل لي ابني، أنا انتخبتك بدك تجيب لي ساعة مي، بتصير أنانية. أنا انتخبتك بدك تجيب لي ساعة كهرباء، بتصير أنانية. نعم. هيك أنا بهم المصلحة العامة مو بس مصلحتي لحالي، هي أنانية. أنا بعتبرها إنه إذا بدي أفكر بس إشي جوا بيتي، بالعاد شوي شوي إذا بفكر هيك مع الوقت ممكن يعني لا سمح الله شراء الذمم بتصير بعدين. لا هي هي منظومة كاملة زي ما تفضل سعادة النائب قبل قليل إنه شو حقق إنه لا في يعني في في النهاية في 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 قوانين بعدها موجودة ب ب ب بالمجلس لحتى اللحظة، وفي إشي أنجز، وفي يعني هو الزلمة بيحكي منطقي بيقول لك أنا بناء على البرنامج أنا اللي أنا حققته بالضبط. نعم. قديش اشتغلت نسبة منه. بدنا نكمل مع ضيفنا. نعم أكيد. هلا في عنا ضيف إن شاء الله نستطيع أن نتواصل الباشا عماد معايعة النائب السابق، نتواصل معه. نعم. نعم اللي هو هلا احنا في معنا معايا. كمان الباشا معايا راح يتواصل كمان معنا كونه نائب من الجيل المخضرم. نعم صحيح، هو هو رجل عسكري خدم البلد كمان. في احلك الظروف ايام المفاوضات السلام. نعم. مع اسرائيل هو كان. نعم. المخطط على ارض الواقع لوجستيا. نعم. في وادي عربة. نعم. يعني كان تواصل مع سيدنا جلالة الملك بشكل مباشر، وكان يشتغلوا على يعني عملوا بزمن قياسي الجيش العربي. طبعا هاي القصص صارت معروفه اليوم. عملوا زي اوتيل من كيف لما يجي قداسه البابا اللي بنبنيهم هذولا، فلما الوفدين كانوا يتفاوضوا في منطقه كان الجيش وهو كان الباشا من جهزوا. نعم. لمفاوضات السلام الباشا معايا، وايضا كمان سعاده النائب نبيل غشان كانوا معنا ضيوف في برنامج مع الاب نبيل حداد عين على المشرق، فحكوا كمان ايضا سعاده النائب جميل النمري. نعم. كمان أيضا كانوا معنا في هذا البرنامج. وبنذكر كمان اليوم 53,000 سمعت أبونا 53,000 رجل أمن منتشرين للحماية وتأمين يعني تأمين الأمن في أنحاء المملكة بجميع. نعم. المحافظات. فلما بتقول 53,000 رجل أمن أكثر يعني من المرشحين والناخبين يعطيهم العافية عن جد، كل جهود الجهاز الأمني والجيش والكوادر أيضا يعني نص اللي انتخبوا. نص اللي انتخبوا عددهم قد. معنا اتصال معنا الآن الباشا عماد معايا، فمنقول لك صباحك نور باشا. صباح الخيرات. صباح الخيرات. اليوم نشكر الله يا هلا فيكم. هلا صباحك نور سيدي.
هلا هلا أبونا الحبيب، هلا أبونا الحبيب. يعني دائما دكتور لما تيجي سيرتك بتحكي المخضرم لأنك عاصرت أجيال وكنت رجل الكنيسة ورجل رجل الله ورجل الوطن. هل الفسيفسائي اللي بتجمع شخصية الباشا عماد صليبة مثل ما بيسموه بالجيش عماد صليبة؟ احنا كان اتصالنا كمان حلو مع لما اقول انه مخضرم، لانه احنا حابين نحكي عن كيف عملية الانتخاب كانت وحس المواطن الاردني والاستجابة سابقا والفرق حاليا، يعني كيف كانوا بالزمانات يفكروا بموضوع المجلس النواب وكيف تجاوب الناس وكيف حاليا ساعتها كيف هلا، يعني الفرق. احنا بدنا حابين نحكي هالمفارقة قديما وحديثا، مع انك انت كمان يعني احنا ما مننا كتير نكبرك بالعمر، لازل شباب الباشا ومعطاء وتخدم بكل محبة، فتفضل. شكرا لكم، صباح الخير لمحطة نور سات الفضائية، وصباح الخير أبونا جورج والدكتورة باسمة، صباح الخير للهيئة المستقلة للانتخاب اللي جعلت هذا العرس الديمقراطي ممكنا مع كل الطواقم العاملة فيها، صباح الخير لأجهزتنا الأمنية والطبية وقواتنا المسلحة. يعني السؤال اللي خلينا نقول طرح في هذا اليوم، أقول فيه إنه إحنا الآن في عرس ديمقراطي، ولكن في انتخابات استثنائية. هذه الانتخابات نعيشها لكن في ظل جائحة مقيتة، جائحة غير هينة على العالم كله وعلى الأردن، وخصوصا في المرحلة الثانية اللي داهمتنا وأصبحت الأعداد كبيرة جدا. كان في السابق وكنا نتمنى أن يكون في هذه الأيام، وكنا نتمنى وسامحوني على التعبير، كنا نتمنى أن تؤجل الانتخابات لفترة معينة على الجائحة أن تنتهي والعرس الديمقراطي أن يكتمل. لأني أتذكر في عام 2003 عندما كنت مرشحا للانتخابات، كنت أمر إلى مادبة من الطريق الغربية، أجد الخيام المقار مزدهرة، الأعلام ترفرف، العالم، الموسيقات، الفرح، كل هذه الأمور كانت تعطي في القلب شيء رائع. حتى الإنسان لو نجح أو لم ينجح كان الفرح في قلبه وباستمرار، وكانت المقار تعطي فعلا مثال إلى التماسك بين كل الأطياف في الأردن من مختلف المنابت والأصول. كنت ترى ابن الشمال يفرح مع ابن الجنوب، وابن الشرق يفرح مع ابن الغرب، فكانت الأمور تختلف. أقول بأمانة كانت تختلف، لكن في هذه الأيام وكانت رغبة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن يكتمل هذا العرس الديمقراطي في وقته، حتى نظهر للعالم بأننا نستطيع تجاوز الأزمات، وأن تكون لنا ولدينا إدارة أزمات كبيرة قادرة. فلذلك نعيش الآن في هذا الجو الديمقراطي. نتمنى على أحبائنا الناخبين أن يكونوا أمام صناديق الاقتراع، نتمنى حتى نحقق النسبة المطلوبة والنسبة التي نطمح فيها، وأن نحقق أيضا في انتخاب مجموعة من النواب الذين نحتاجهم في المرحلة المقبلة. المراحل المقبلة على الأردن مراحل صعبة، ليس لتوظيف
فرد معين في دائرة أو في منطقة أو في وزارة، لكننا سنقابل أزمة اقتصادية وقد تكون أيضا في العالم وفي الأردن بالذات أزمة سياسية وأزمة اجتماعية، لأنه في هنالك متغيرات في العالم من انتخابات أمريكية من أمور أخرى ومن من حولنا من مشاكل وصعوبات. نعم صحيح. فلذلك بلدنا يحتاج إلى وقفة إلى البرلمان الأردني 19. نعم. وقفة تكون وقفة رجولية ووقفة سيدات نفتخر فيهم حتى يستطيعوا أن يحققوا ما في القلب وما في الوطن من احتياجات في كل الأمور، قادرين على يعني نحقق أن نوجد نواب قادرين على التميز. نعم. قادرين على الإدراك على صعوبة المراحل. أتذكر أيضا وأنتم بدأت في الترحيب بأن بأمور الكنيسة، أتذكر أنني في حملتي الانتخابية في عام 2003 وضعت أمامي شعار ووضعته أمام الملأ: نجمع ولا نفرق، ورأس الحكمة مخافة الله. فنحن نحتاج إلى ناخبين يعرفوا أن ينتخبوا الإنسان الذي فيه روح مخافة الله، وأن يكون هدفه الأهم أن يكون يلم الشمل ولا يفرق، وأن يكون هذه الأهداف تعطي فعلا حوافز لأن نحقق ما يصبو إليه قائد الوطن. نقطة يعني نقطة أنا كانت دائما في بالي أنه يجب أن نخلق برلمان، وأنا كنت أسمع إلى أخي الحبيب النائب الأسبق نبيل الغيشان. نحن نحتاج برلمان واعي قوي قادر على التشريع، قادر على التحديات، وقادر أيضا أن يدرك ويضع أمامه تقدير موقف جيد كيف يستطيع أن يجتاز التحدي الفلاني والتحدي الفلاني، وأن لا نكون فقط نبحث عن أمور بسيطة كما تفضل أخونا النائب نبيل النائب الأسبق. نعم. أو السابق. لا الأسبق هي يعني صح، لأنه بعده ما إجي واحد بداله. لا السابق يعني قديم كثير، والأسبق الجديد تازة. سابق يعني تازة. يعني أن يكون هذا الإنسان النائب انت يعني ننتخب إنسان واعي في عنده خلينا نقول برنامج انتخابي يمكن أن يحققه. إحنا ما بدنا أن نكون أمامنا برامج انتخابية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق، يعني ما بنقدر. صحيح. فلذلك يجب أن نكون أن تكون الإدارة التي نعيشها إدارة واعية، إدارة واعية. وبنفس الوقت يعني أنا كنت أحزن أحيانا كثيرة عندما نجد القانون نحمله يعطونا إياه قبل الوقت حتى ندرسه كان 10% فقط من النواب الجالسين هم الذين قرأوا هذا القانون، هذا المشروع القانون، حتى يستطيعوا أن يناقشوا تحت القبة، وكأنهم عايشين في أجواء خيالية، وكانوا يتكلموا ارتجاليا، لذلك لم نكن نحقق أي مشروع قانون بشكل جيد إلا من خلال هالعشرة اللي كانوا ملتزمين في قراءة المشاريع. فلذلك نحتاج نواب في المستقبل
أن يقولوا هؤلاء النواب مكرسين نفسهم إلى النيابة وإلى مجلس النواب وإلى الوطن وليس إلى المشاريع تبعهم خاصة، وليس إلى خلينا نقول الأشياء الكثيرة اللي كانوا يديروها خارج مجلس النواب. نعم مؤخرا نعم كانت في المجالس السابقة الصوت العالي والتجاوز في اللفظي على الآخرين، وأيضا كمان يعني التطاول اليدوي حتى كمان. نعم وهذا يعني هذه كنا نشوفها في المجالس السابقة، فكانت جدا يعني غير حضارية ولا مخجل. يعني مخجلة للأسف. فنتمنى أنه ما كان، أظن ما بعرف لأنه إحنا هلأ بالإعلام المفتوح كنا صرنا نشوفها وفي رقابة من الإعلام والصحفيين وفي التصوير والآخرين، لكن سابق باشا بوقت المجالس السابق كان في إلها هيك وزنها ورزانتها للمجالس البرلمانية. يعني كان في خلينا يعني أنا أحزن لما أشوف إنه مجلس نواب تستطيع أن يعني تتكلم بلسانك وتعطي ما تريد وليس بيدك وليس نعم. بجنينة المي اللي أمامك. نعم. هذه أشياء كانت مشوهة لمجلس النواب. نعم ومنفر للنظر يعني أنه ما حد يعرفها. نعم. هاي ما كانت موجودة وكان في احترام لبعضنا البعض. نعم. أنا أتكلم ما أريد وأحقق ما أريد بالأسلوب الهادئ وبالأسلوب المقنع الذي أتكلم فيه مع الآخرين. نعم. وكنا كتل وجبهات كان لنا لقاءات مع بعضنا البعض نرتب الأمور خارج المجلس، نأتي ونحن متوحدين أو خلينا نقول مجتمعين مع بعضنا البعض ومتفقين على رأي واحد. نعم. نقوله تحت القبة. أتذكر شيء، أنا كنت رئيس لجنة التوجيه الوطني المسؤولة عن الإعلام والوعظ والإرشاد والتدريس في المساجد والكنائس، ودرت جلسة إلى دراسة مشروع قانون الوعظ والإرشاد والتدريس في المساجد. وأنا شخص مسيحي من ده مسيحي. نعم. وكانت الأمور يعني تعطي فعلا رونق، إلها رونق معين أن نجد وزير الأوقاف والمفتي العام ووزير العدل إلى يساري واللجنة على يميني وجماعة حتى الإخوان المسلمين كانوا موجودين، وكان الجميع يناقش بأسلوب هادئ، وكانت إدارة جلسة من قبل هذا الإنسان المسيحي الموجود في مجلس النواب. حتى الصحافة الأمريكية كتبت عن هذا الموضوع. نعم. فنحن نحتاج في هذه الأيام، نحتاج العقلانية أن تسود على العشوائية. نعم. وأن يكون هنالك مجلس نواب متكاتف مع بعضه وليس في مشاحنات، بنفس الوقت أن يكون هنالك يعني تنسيق أو تعاون مع الحكومة مع اللجنة التنفيذية. نعم أكيد. اللي 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 بالفعل إنه ما يعني ليس أن أقف أنا كنائب وأتكلم بكلام غير مقبول على الوزير الفلاني وعلى الوزير الفلاني أو على رئيس الوزراء. هذا لا يعني لا يقول إنه أنا حققت الشيء اللي بقلبي مشان أنا جماعتي اللي انتخبوني، خلينا نقول اللي انتخبوني يقولوا اسمع صوتي العالي وبهت وبشوبر بهال على هالمنبر وصوتي طالع وصياحي طالع وبقاتل، فمش هذا هي صورة النائب اللي نعم يمثل الشعب. لازم بهدوء ودراسة تكون بهدوء وروية. نعم بهدوء وروية فعلا هذا هو المطلوب من نوابنا إن شاء الله اللي مستحقين بمجلس برلمان 19. وأقول يعني أحبتي نرجو أن لا نضيع
نضع أي اعتبار يمنعنا من المشاركة. أكيد لحد الآن باشا 500,000 وصل الناخبين، فيعني مؤشر جميل. أخت باسمة أنا بقول قليل. سوريا ربع مليون قليل. ربع مليون قليل 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 لحد الآن قليل. أنا بقول 10.5 الشخص يعني إذا يعني كل يوم بطلع يشتري خبز، وكل يوم بطلع يشتري خضرة أو يشتري الأشياء اللي بيعتازها للبيت، فيعتبر حاله رايح يشتري خضرة فعلا ويروح على صندوق الاقتراع وينتخب حتى نحقق النسبة المطلوبة إن شاء الله، ليس الأقل بل الأكثر. نعم بل الأكثر. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. ونطلع على حولنا، نطلع على مصر، نطلع على دول أخرى، نطلع على أمريكا. نعم. أمريكا كانت أكثر نسبة انتخبوا فيها غير البريد. نعم يعني هذه مع جائحة كورونا، ف يعني حتى كمان بيقولوا لك إنه عملية التباعد والرعاية كمان الصحية بالانتخاب جدا جدا قوية ومهتمين فيها أكثر حتى من ما تروح على مخبز تشتري خبز أو سوبر ماركت تروح تشتري أغراضك. أخت باسمة يعني أنا أقول إنه الهيئة للانتخاب. نعم. هذه الهيئة اللي بالفعل رتبت الأمور بشكل متقن الله يعطيهم العافية. أكيد. وبالفعل يعني كانت الترتيبات أكثر مرة في كل الدورات الانتخابية فعلاً. أبدا إحنا بتذكر كانت هوش فوق بعض الناس بالضبط. لكن الأيام هاي أنا نتفرج على التلفزيون نتفرج يعني في أمور مرتبة، في جماعة يعني خلينا نقول في مواطنين ما بحبوش التنظيم ما بحبوش الترتيب، يعني هذولا إلا يكونوا شواذ في هذا العرس الديمقراطي، نتمنى عليهم أن يبتعدوا. إحنا بطلنا نعرف مين اللي مصاب ومين الغير مصاب. نعم صاروا هلا كلهم حوالينا يعني هم الأعراب نفصل الأعراب. فإحنا بدنا نعد كل واحد مصاب، كل واحد نعتبره مصاب. نعم. لأنه الأعراض أصبحت لا تظهر. نعم. بشكل القديم، فلذلك الرب يحمي الجميع. الله آمين يا رب. والرب الله يكمل هذا العرس بأمان ويعطيكوا ألف عافية. شكرا لك باشا. الله يخليكوا صباحك نور يا باشا. الله يخليكم. ربنا يحمي هالبلد آمين، وإن شاء الله إنه منحقق الأمانة الطيبة آمين. وننتهي من هذه الجائحة إن شاء الله، وإن شاء الله إنه الله بيحقق إنه يكون هنالك مطاعيم متوفرة في خلال هالأشهر الجاية حتى نستطيع أن نعيد البهجة إلى الأردن من جديد. آمين. صباحك نور يا باشا. وربنا يبارككم ويعطيكم العافية ويعطيكم كل خير. شكرا لك. شكرا صباحك نور. شكرا لكم. الرب معكم. هلا. يعني في نهاية هذا الاتصال، فجئنا كمان لنهاية حلقتنا اليوم. يعني مر الوقت بسرعة، لكن نتمنى للجميع الصحة والسلامة بداية أولا، يعني هذه ثانيا إنه نتوجه إلى صناديق الغائزة، لحد الآن ما رحنا وانتخبنا، فعلينا أن نقوم بهذا الواجب لأنه من واجبنا ومصلحتنا ومصلحة الوطن. فاذهبوا لصناديق الاقتراع ونتمنى للجميع الصحة والسلامة. ديروا بالكم على حالكم، ما تنسوا الكمامة تاخدوها معكم، هويتكم كمان الأحوال المدنية للتأكد من اسمكم، بيعطوكم ألم وأيضا القوائم اللي بدكم تنتخبوها موجودة كمان في هاي الصناديق. فكل الأمور مرتبة، حافظوا على التباعد بالمسافات اللي حاطينها هيئة المستقلة، ممكن إذا انتظرتوا أكثر شوي ما في مشكلة، هذا كله لمصلحتكم لمصلحة صحتكم كمان. ونتمنى لكم نهار سعيد، وأيضا فترة الحجر هلا من يوم الأربعاء لصباح يوم الأحد، نتمنى لكم كمان قضاء وقت جميل ومفيد مع عائلاتكم، وديروا بالكم على حالكم. نعم. وصباحكم نور. نعم. نلتقي أيضا فريق نور سات في مراكز الاقتراع، رح يكونوا متواجدين بعد قليل، فبنحب نشوفكم عشان نشوف حالكم بعدين على نور سات.
أكيد رح نتواجد بجبل الحسين وجبل عمان، وأيضا رايحين نزور كمان الفحيص. بنتمنى كان نقدر إنه، بس في عنا مراسلين في المحافظات، كان إنه كمان ننتقل هناك، لكن بحكم المسافات وأيضا التباعد الديستنس بسموها التباعد الجسدي مش الاجتماعي، تقارب اجتماعي لكن تباعد جسدي. فصباحكم نور، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من الأسبوع القادم نحكي فيها ونبارك للنواب اللي فازوا في مواقع الانتخابية إن شاء الله. إن شاء الله صباحكم نور وإلى اللقاء. إلى اللقاء.